طبعاً الترجمة الرئيسية للبلاجيريزم هو الانتحال من نحلة ينتحل. طبعاً الآلية هي إنه الممارسة أو الآلية أو الممارسة استخدام أفكار شخص آخر أو عمله والتظاهر بأنه من عملك. وهي فعلاً نحن كثير هي مشكلة إنه نحن اليوم كباحث علمي أنا أقع بهالخطأ هي وأخذ بحث لأن حدا آخر قام بنشره وما أذكر اسمه، فهي فعلاً خطيرة جداً. هلأ في كتير ناس ما بتعتبرها كانت خطيرة لأنه ما عندهم فكرة على الموضوع، لكن نحن اليوم عم نحكي على بحث علمي على جامعة إلى وضع بدها تكون دائماً وفق معايير عالمية نشتغل فيها. فهالكلام هذا الحقيقة بينقلنا أنه نقول الاستلال الحقيقة برجع بقول وقت دورت على المعنى الرئيسي بالقواميس لقيت أنه الاستلال هو عبارة عن استل الشيء من الشيء، لكن لم يعبر عن سرقة حقيقة. فوصلنا لقرار أنا وبعض الزملاء برجع بقول المختصين أنه لح نرجع فقط نقول الانتحال ونمشي على هالموضوع بالاتجاه. ننتقل لموضوع الاقتباس. طيب أنا إذا ما بدي انتحل ما بدي أوقع بشك، أنا لازم يكون عندي معيار آخر كيف أعرف كيف أنا إذا عندي مرجع آخر وأشتغل منه شو بعمل؟ بقول لك بنروح للاقتباس الكوتينج أور سايتينج. أنا الحقيقة تعمدت بكل كلمة أو كل تعبير حط له مرادفه باللغة الإنجليزية لحتى فعلا نكون نحن إذا اضطرينا نقرأ شي مقالة نعرف كمان هالتعابير كلها مع بعضها. طبعاً الكوتينج أو السايتينج هو نقل القول أو الاقتباس تكرار أقوال شخص آخر خاصة إذا كان مشهوراً مع الإشارة لمصدره الأصلي. إذن أنا اليوم لحتى صير مقتبس وبصحة لازم دائماً متى ما ذكرت المعلومة أذكر معها اسم الشخص اللي طور أو اشتغل بهالبحث. طيب معناته أنا اليوم صار بدأت أمشي على الخط السليم أو السكة السليمة. طيب شو لازم أعرف عن الاقتباس؟ في نوعين من الاقتباس، الاقتباس الحرفي اللي هو اسمه direct quoting word by word، إنه أنا أضطر أخذ جملة وأسحبها كلها من المرجع اللي أنا عم بشتغل عليه وبلش احطها مشان انا اخذها كلمه بكلمه word by word. طبعا بستخدم علامات التنصيص اهم شيء اللي مثل ما بتلاحظوا اللي حطيتهم انا هون، هدول علامات التنصيص اللي بنقول عنهم دائما انه انا اخذ من مكان من مرجع وحط الجمله او العباره اللي اخذتها بحرفيتها واستخدم علامات التنصيص. هي اول شرط للموضوع. لكن بالإضافة للاقتباس المباشر في موضوع تاني هو الاقتباس غير المباشر. أنا اليوم عم بقرأ مرجع وأنا قادر بعد ما قريته كذا مرة، طبعاً لحتى أوصل للاقتباس غير المباشر لازم أكون قريته كذا مرة وفهمت معناه مظبوط وصغته بالصيغة تبعي اللي أنا بجملي، أنا ما أخذت من الجمل الأساسية تبع المرجع إنما أنا صغته بجملي أنا بالجمل اللي أنا بستخدمها، فبالتالي هذا صار اسمه الاقتباس غير المباشر أو اقتباس المضمون أو content quoting. إذن أنا عندي احتمالين، يا اقتباس مباشر يا غير مباشر. طيب بكفي؟ لا طبعا أنا بدي أضيف معها أنه أنا لازم حط اسم المرجع اللي رجعت منه. إذن أنا أخذت أول مرحلة اقتباس مباشر وحطيته بين علامات تنصيص اثنين، أو انتقلت وأخذت بجملي أنا، بس بعد ما بحط جملي أنا لازم في إلى طرق لحتى أنا وثق المعلومة اللي اشتغلت عليها. طبعاً في عندي ثلاث معايير عالمية بالعادة بتشتغل على الموضوع بطريقة ذكر المراجع، وبتعرف يمكن أغلب الطلاب خاصة دراسات العليا صار عندهم فكرة كيف نحن بنحط. في عندنا طريقة الـ APA اللي هي American Psychological
Association اللي هي جمعية الأطباء النفسيين وعلم النفس العالمية الأمريكية اللي APA بالعادة، بتقوم بعملية مثل ما تلاحظوا أنتم أنه لها حب أنا السورنيم تبع المشكلة ما حدا بعيد عن الميكروفون، لكن لها تحط اسم السورنيم أو اسم الكنية للباحث وسنة البحث والبيج اللي أنا أخذت منها طبعاً بين قوسين. هلأ الحالة الثانية اللي ممكن تصير أحياناً إنه أنا عم بكتب أطروحتي، في كثير من الكليات بتقول أنا بستخدم طريقة الهوامش، وطريقة الهوامش الحقيقة إنه أنا ببدأ برقم متسلسل من أول مرجع بينذكر معي بالصفحة لآخر الصفحة، كل ما مرقت على مرجع برقمه بنفس بأرقام هيك لحتى انتهي، وبعدين بالنهاية بأسفل الصفحة أنا شو بعمل؟ بحط أسماء المراجع برجع وبرجع بالصفحة اللي بعدها رد برجع بكرر الترقيم من أول وجديد. أما الترقيم المتسلسل أظن هاد حاطينه نحن بدليلنا اللي نحن حاطينه إنه نحن هي طريقة أخرى، بس إحدى الطرق اللي معتمدين نحن بالبحث العلمي والدليل اللي حطيناه للبحث العلمي ولكتابة الأطروحة فهو الترقيم المتسلسل. يعني أنا من أول ما ببدأ بالأطروحة ببدأ بحط أرقام للمراجع بيمشوا وراء بعضهم هيك للآخير، فبكون عندي من واحد لإكس وصلت، برجع بآخر الأطروحة بحط مجموعة المراجع كلها من A to X، برجع بزبطهم وبعمل لهم ترتيب كامل في النهاية. طيب طبعا أنا المعلومات اللي لازم أوثقها إما كتب، وبالتالي يصير عندي اسم المؤلف وعنوان الكتاب والطبعة، إن وجدت رقم الطبعة بالعادة نشوف هي طبعة، مكان النشر، دار النشر، سنة النشر، والصفحة التي تم الاقتباس منها. كتير ضروري يا جماعة ننتبه لفكرة إنه أنا بحاجة لرقم الصفحة اللي أنا بستخدم منها. ما بيصير أنا بس حط المرجع بشكل عام وبشكل عام، لازم أوصل لهالتفاصيل هاي، وبالتالي بعطي موثوقية لبحثي وبعطي موثوقية لأنه عملي فعلاً تم وفق أسس عالمية. طبعاً بالإضافة للكتب عندي الدوريات أو الجورنالز المجلات، والحقيقة نحن واحدة من الشغلات اللي نعتمدها بالبحث العلمي ونأكد عليها كتير هي المجلات العالمية المحكمة اللي هي بتقوم بدور نشر، تطلع من دور نشر عالمية وبيكون سبق وأن حكمت كل بيبر خلينا نقول أو مقالة علمية، فبتخضع لتحكيم لثلاث محكمين وبعد منها بتطلع، وهي حقيقة بتعطينا up to date للعلم، يعني شيء جديد تماما ما جديد تماما في العلم فبنقدر نحصل عليها. طبعا نفس الفكرة أنه نحن رح ننتقل من اسم المؤلف، عنوان البحث، عنوان الدورية، ورقم المجلد والعدد، وسنة النشر مع ذكر الشهر ورقم الصفحة. لاحظين أنتم انه عم يشتركوا بكثير امور مع بعضهم البعض. طبعا الاطروحات والرسائل الجامعيه كمان نعتبرها واحده من الامور الاساسيه، كثير بناكد عليها. ولاحظوا انتم احيانا وقت بيجي حدا بيكون عم يكتب اطروحه كثير بنقول نحن بنعتمد على الاطروحات والجورنالز، هدول بيهمونا اكثر شيء، اما الباقي الشغلات الثانيه ما بيعود في لها موثوقيه. يعني اذا انا لقيت اي مقاله على الانترنت بس منشورة هيك على موقع بدون أي اسم بدون أي شيء ما فيني اعتمد عليها كمعلومة علمية، لازم ننتبه على القصة. طبعا للأسف نحن مضطرين نرجع على الانتحال أو النحل العلمي أنواعه وصوره، فالحقيقة بيتجلب عدة صور، واحدة من بيناتها الانتحال الكلي، يعني بيكون complete plagiarism، حدا يروح بياخذ مقاله كامله من مكان كامل او تروحه او رساله وبيجي بيقدمها على اساس هي رسالته، هذا اسمه الانتحال الكلي complete plagiarism. ننتقل بعد منها لجزئي اللي هو دايركت، هو النقل الحرفي لافكار او جمل من اشخاص اخرين طبعا بدون ذكر اسمهم، وبرجع بقول هذا اسمه انتحال.
وهذا خطير، كله خطير. نحن عم نحكي على شغلات خطيرة، وأنا بيهمني إنه ليش عم نعمل هالكلام؟ لحتى نتجنب ببحثنا العلمي أو أي عمل نشتغله، مش إن كان مشروع تخرج، إن كان رسالة ماجستير، إن كان أطروح الدكتوراه، إن كان نشر في مجلات عالمية، أن ننتبه على هذه الأسس لحتى ما نقع فيها. طبعاً في شيء اسمه الاتحاد الذاتي. هلأ في كتير من الزملاء بيقول لك أنا ناشر بحث وأنا أخذت منه ونشرت مرة ثانية، هذا تبعي، فأنا أخذت نفس الليل وانتقلت ونقلته مرة ثانية. ما حدا بيقول لك لا، هو الحقيقة انتحار، هو انتحار. ليش؟ لأنه أنت اليوم متى ما نشرت عمل علمي ما أصبح هو ملكك الشخصي بشكل مباشر. فأنت اليوم أصبح صحيح أنا بدي أخذ منه أنشر، لكن بقى بدي غير، لازم يكون عملية، في عملية تغيير عندي لحتى أقدر غير بالأفكار شوي وزيد على الموضوع بمعالجة المعلومة لحتى يظهر العمل كعمل جديد. ننتقل كمان لموضوع الانتحال الأدنى أو البارافريزينج أو انتحال الأفكار وصياغتها بصيغة لغوية مختلفة. عادة كمان كثير أحيانا بصير نلجأ نحن للأسف، يقول أنا محتاج لشغلة بقراها وكل شيء وحطها وبنسى، أقول أنه هي من عمل أحد آخر. طبعا الانتحال بالمراجع كمان شغلة خطيرة. شو الوضع؟ أنه أنا اليوم بكتب أطروحة أو بكتب رسالة أو بكتب حتى بيبر، حط مراجع، المراجع وهمية ما لها صدق بالموضوع، ما استخدمتها أنا فعلا، وآخر شيء بيكون هذا اسمه انتحال. يعني أنا بحاول أظهر حالي أنه أنا فعلا جات للمراجع لكن ما بكون جات لها. وخاصة وين المشكلة أحيانا؟ الزملاء بيصير أنه بيقرأ مرجع، بيروح بيشوف شو المراجع اللي اعتمد عليها المرجع، بيعتبرها أنه هو رجع لها. لا، ما بيصير الكلام. أنا فقط برجع للمرجع اللي أنا أريده بنفسي. ما بيصير أنا أرجع وأقول أنا شفت المراجع اللي هو شافهم، إذا فعلا ما رحت أنا وطلعت على كل مرجع من المراجع ودرست. في عندي المشكلة الأخرى اللي عم تظهر هي الترجمة العكسية. رسالة، أطروحة، بيبر نشرت بلغة، وأنا اليوم رح أنشر بمجلة جامعة دمشق، فبروح بترجمة للعربي بروح بحطها على أساس أنا باسم، مين اللي هيعرف؟ بس للأسف صار هلأ في حدا بيعرف. لذلك بدنا ننتبه على الموضوع وما نوع بالمشكلة. أحياناً في شيء كمان اسمه teamwork plagiarism. teamwork أنه أنا قاعد ضمن مجموعة بحثية، تمام؟ وعم بشتغل، واشتغلنا وطالعنا نتائج وكلام حلو، رحت لوحدي تركته للجماعة ورحت نشرت بحث لوحدي بعيداً عنه، نسبته لنفسي، هذا امتحان. هلأ ممكن أحد يقول لا أنا اشتغلت الشغل. لا يا عمي، ما اشتغلت الشغل، أنت معك شركاء والشركاء يجب أن يظهروا في كل هذه الصورة. طبعاً كثير منا اليوم بيستخدم صور وأشكال وجداول، بدون ما ينوه منين اجت هذه الاشكال والجداول. والحقيقه بيقول انا مظلوم، انتم اليوم قلتوا لي انا الحقيقه انه انا منتحل. انا ما انتحلت، انا استخدمت صور واشكال من اماكن معتمده. لا، بس انت طالما ما ذكرت من اين المصدر فانت ادعيتها لنفسك او ادعيتيها لنفسك، فهذا الكلام خطير جدا ولازم فعلا ننتبه على الموضوع. طبعا انتحال النصوص واستيلاء المضمون قريب من ما سبق حكينا، وخاصة كمان ننتقل للترانسليشن بلاجيريزم اللي حكينا عليه هلا بشوي، انه انا اخذ ابحاث من لغات اخرى وترجمها وخليها معي. للاسف درجة موضة جديدة هلا، كثير من الكليات احيانا للاسف النظرية بيعتمدوا على مكاتب. المكتبة جماعة شغالين جاهزين ليعملوا لي أطروحة، بروح لعندهم بدفع لهم مبلغ من المال، بقول لهم سوي أطروحة ماجستير باختصاص معين، بيساووا لي إياه وبروح بقدمه وصار هذا قلبي. بنجي نحن فجأة من الأهيب الأمور ونكشف القصة، بيقول
لا هذا تبعي أنا ما اشتغلت. لكن هون المشكلة بيقع فيها، بيقع أنه لا أنت ارتكبت خطأ كبير وأنت انتحلت. طبعا أخذ مقاطع، أخذ مقاطع وأفكار ومقاطع من عدة مصادر ومزجها معا دون الإشارة لمصدرها. كمان أحيانا حدا بيعمل كوكتيل، بيجي بيقرأ من هون من هون من هون وبيعمل كوكتيل فيهم وبيرجع بيقول هذا شغلي. لا لا هذا مو شغلك، لحد هلا مو شغل. طالما لم تشر للمصادر فهذا مو شغلك، بدك تكون منتبه جدا. طبعا شو الاسباب الانتحال؟ في اسباب وكلنا بنعرفها. واحدة من الامور بدي انا سكسس ستوري، بدي قصه نجاح. عم اقول مشكله انا ما عم بقدر احقق، بدي احقق نسبه نجاح باسم قصه نجاح امام رفقاتي زملائي اظهر انه انا ناجح. او انا عم بشتغل بمكان خارج البلد واقع بمركز بحثي، والحقيقه انا بجوز في تفرقه عم تظهر عنصريه تجاهي، فانا مشان اظهر وضعي واظهر الامور بلجا لخطا فيما بعد بوقع فيه وبنكشف وبتصير عواطفه غير سليمه بالنسبه لي. طبعا احيانا في غيري زملائي ناشرين ونشيطين وعم يشتغلوا، والحقيقه انا ما عم بقدر اعمل شيء، فبلجأ احيانا للانتحال. بس هذا الحقيقه مو حل. كمان واحده من الامور اللي ممكن تصير انه انا اليوم موجود مركز بحثي مطلوب مني نشر، وهالنشر هذا بيساعدني لاحصل على منح ماليه. بتعرفوا انتم الجرانتس اللي بنسميها جرانتس، هدول منح ماليه. فانا الحقيقه ضروري كثير انه احصل على المنحه. شو بعمل؟ بخربط، بنتحل. للاسف في ناس عم تعمل النحل ولحتى تحصل لها، فبس بيصير الانتشار هنا مشكلة. هلأ مين بيشجع النحل أحياناً أو الانتحال؟ هو المجلات العلمية ذات السمعة السيئة أو النوعية السيئة اللي محكمينها لا يعودوا للانتشار أو يقروا. بيجيهم بحث لا بيرجعوا ولا بيقروا ولا بيشوفوا القصة، بيقروها بسرعة بيحكموها بيقول لك هي مقابلة للنشر بعدها للنشر. واحيانا عم قابل هيك ناس. طبعا الحمد لله نحن بشكل عام مجله جامعه دمشق عم تلتقي الناس على مستوى كثير عالي وعم نشتغل معهم وننوه. لو اجى رفض واحد خلينا ندرسه نشوف شو القصه، لانه احيانا رفض واحد بيقول هذا انتحال يوقف العمليه كلها. ارجوكم انتبهوا. طبعا نقص المهاره البحثيه هذا شيء واضح، لانه انا وقت ما بعرف انشر بروح لموضوع الانتحال، فطبعاً هذا موضوع فيه خطأ كبير ومشكلة كبيرة. شو اللي بيشجعني طبعاً على الانتحال؟ كمان وجود معلومات عبر الانترنت. فشو بيعمل الواحد؟ copy and paste، بيعمل copy لكامل الموضوع، بيأخذه بينقله بيحطه أملاً مين اللي حيعرف. طبعاً عدم إمام الباحث بمفهوم خطورة الانتحال العلمي. للأسف في عندنا ناس لسه ما بتعرف، ونحن هلأ عم نعتبر أنه نحن عم نبلغ بشكل رسمي بأصح أنه الانتحال عليه خطورة وعليه مشكلة، وقد يودي فيك إما خارج الجامعة أو بمشاكل أخرى بتوقع فيها. أرجوكم انتبهوا على القصة. طبعاً انهماك الطالب بالدراسة، كثير أيام بيكون الطالب عنده دراسة مع أموره الثانية، بيكون عم يشتغل على كورس معين مطلوب منه إيسي، مطلوب منه وظيفة، مطلوب منه مشروع تخرج، بيروح بينقل هالمشروع بيجيبه بيحطه بيحط لنا مشروع التخرج وبنكتشف القصة. لا توقعوا حالكم بالقصة، نصيحة. طبعا الشعور بالحاجة لعدم الظهور في صورة الفاشل، نرجع نقول مثل ما حكينا أول شيء على السكسس ستوري، على موضوع قصة النجاح. طبعا والاعتقاد الكبير بأن الانتحال لن يلتفت إليه أحد. شو بيقول لك؟ في ناس بتقول أنا هلا بأخذ الشهادة، ومتى ما أخذت الشهادة لحقوني. بس لا، فينا نلحق على فكرة. أنا أتمنى أن لا نرى هذا الكلام. أنا عم حاول ألفت لكم نظركم لقصص نحن اليوم عم نشوفها كرئاسة الجامعة، ونتمنى أنه ما تنشوفها وتنخفض. طبعا مو كمية كبيرة الحمد لله، الكمية بسيطة والناس يعني بنسب بسيطة، لكن نتمنى أن لا نرى، لأنه فعلاً بيزعجنا نحن بالنهاية. طبعاً واحدة من الأمور الثانية عدم القدرة على إعادة الصيانة.
أنا بقرأ ما بعرف زي. بس أنا بلكون شغلي اليوم كل ما تعمقت أنت ببحثك أو ببحثك رح تعرف تصير. بس أهم شيء أعطي نفسك وقت لترجع تعيد وتعيد وتعيد لحتى توصل للمرحلة اللي فيك أنت تقدر تعمل صياغة بنفسك. صدقوني بعد عدد من المرات بعد القراءة تقدر تعمل صياغة. طبعاً أسباب الامتحان كمان بيجي عنا. أول شغلة هو المورال أو الدافع والريليجيس أو الدافع الديني والأخلاقي، إنه أنا ما عندي جوا أشعر إنه هاي مو مزبوطة القصة شو ما كانت. أخي أنا إن شاء الله عمر الشهادة كلها إذا بدك تفوتني بمشكلة وفوت بامتحان، هاي واحدة من الأمور اللي لازم ننتبه لها. عدم الرغبة بالقراءة والاطلاع. طيب يا أخي إذا أنت ما عندك رغبة بالاطلاع وأنت ما عندك رغبة بالاطلاع والقراءة لا تفوت الفوت من الأساس، بس لا توقع حالك بمشكلة. عدم تكامل النظام التشريعي لهالموضوع. حقيقة نحن هلأ صار في بدأت تصير عنا تكامل نظام تشريعي، وبدأت الجامعات الأخرى كلها تحدو حلو جامعة دمشق في استكمال النظام التشريعي للموضوع. إحساس السارق بأنه لن يكشفه أحد، لا صار اليوم فيه إمكانية للكشف، فانتبهوا إياكم بيخوف الموضوع. حب التنافس في كثرة المؤلفات، في كثرة المؤلفات. أنا رفقاتي عم ينشروا، أنا كمان بدي أنشر مثل ما حكينا قبل شوي. لا يا جماعة مو هذا الكلام، الكلام أمشي بخطوات ثابتة وبطيئة لكن فعلا تصل للهدف فيها. ما في داعي أن أتسابق مع الناس، كل واحد عنده إمكانيات. لا تتعذبوا، أنا أضعف حالي وحط حالي تحطها في نفسي. التناقض الشديد في السلوك، ساعة هو أمين في الجانب المادي وساعة هو غير مؤتمن على الجانب العلمي. هي فعلا فيها تناقض كتير بنحسها بالناس. ناس تلاقي أخلاقيات عالية فعلا بتعود بيجوا لعندي أحيانا بتعرف عليهم، فعلا ناس مرتبين وأكابر وناس حرام يكونوا يقعوا بهالمشكلة، لكن هو بالنسبة له فصل بين الجانبين، اعتبر الجانب هذا غير الجانب هذا. هلا بقى نجي على طريقة كشف الامتحان. كشف الامتحان له طريقتين أو بشكل عام طريقتين أساسيات، لكن في تحت كتير في طرق أخرى، لكن طريقتين الأساسيات هي الطريقة التقليدية، القراءة والمحكمة، القراء والمحكمين. لذلك نحن احيانا نعمل انه اي اطروحه او رساله بنبعثها ونخلي ناس تقراها، واذا شك عليها رد نعود بنشكل لجان ثلاثيه وخماسيه لحتى يرجع ونتاكد انه الاطروحه او الرساله ما عليها اي شك، او اذا في عليها شك ناخذها بالاتجاه الثاني. لكن الفكره الثانيه هي طبعاً بس من سلبياتها الطريقة أنه ربما يجينا محكمين ما عندهم إلمام بالسبجكت والموضوع. لذلك نحن كتير منركز وقتنا ناخد محكمين للمجلات يكون فعلاً المحكم باختصاصه الموضوع، فمتى ما شاف التايتل بيقدر بيتذكر شو الأبحاث المشابهة اللي أراها من جديد وبيقدر بيرجع لها أو بيقدر بيفتش عليها بالإنترنت. الطريقة الإلكترونية الحقيقة هو اليوم برمجيات، قيام شركات بوضع برمجيات للقيام بعملية التفتيش أو عن الانتحار. لاحظوا أنتم صار في عدد كبير من البرمجيات المتوفرة عالمياً، في منها أونلاين نقدر نشتغلها فور فري بدون أي أجور نقدر نستخدمها لنكشف الانتحار، وفي منها مأجور. والحقيقة نحن كجامعة دمشق عملنا برنامج خاص فينا. هالبرنامج نقدر ندخل البحث ونحمله على البرمجية، وبالنهاية بيطلع لنا تقرير للتحكيم وبيقلنا انه قديش نسبة الاستيلال. هلا هون البحث اللي دخلناه الحمد لله كان ما على نسبة استيلال عالية، لذلك اعطانا 2.5% والباقي ما يعني النسبة الاكبر صحيحة، فهذا الحمد لله نفد البحث ما عليه مشكلة عبر الموضوع. لذلك اليوم أي بحث بيجينا صار بده يمرق عبر هالبرنامج وينشغل عليه ويتمرق. برجع أقول نحن معكم وأن ما نضدكم، نحن كلنا فريق واحد، لكن نتمنى كمان أن نرى هذا الشيء بالموضوع الصحيح بالاتجاه الصحيح.
طبعا شو مواصفات مستخدم برنامج الانتحال كمقيم وفاحص؟ الحقيقه في لازم يكون كمان في مجموعه من العوامل اللي هو اللي يكتشف الانتحال ويستخدم البرنامج. مثل ما كنا شايفين، اول شيء الامان العلميه، في عنا الحياديه، انه انا اكون حيادي، انا ما انا دائما على فكره وقت بيجيني اي بحث اتمنى ان لا يكون في استلاب، فدائما شعوري دائما انه ان شاء الله ما يكون في استلاب، هي دائما بتكون عنا. طبعا مو انا اللي بكتشفه، لكن انا كعضو بالهيئه اللي بنشوف الامور، اول شغله بتتربط عندي كنائب للبحث العلمي والدراسات العليا. طبعا الشفافيه والترانسبيرنسي كثير اساسيه، والقدره والخبره باستخدام الحاسوب. طبعا خبره باستخدام البرنامج المعني، لازم يكون عمل عليه شويه اختبارات وصار عليه خبره اللي بيستخدم البرنامج. ليش؟ طبعا يفضل من يقوم فحص الانتحال ان يكون اختصاصه ضمن الاختصاص تبع الاطروحه. بدنا نقول ليش؟ لانه في مشكله بالعاده، اول بيطلع لك احيانا انتحال بمقاطع ما لها علاقه بالبحث، فهي بيني وبينك لازم يكون هو عنده امكانيه انه يستبعدها، يقول هي ما لها علاقه بالبحث، هي مواضيع شكليه تابعه للامور الثانيه. أستاذ فراس الغالي، كل المحبة والاحترام، نحن شارف الوقت على الانتهاء. أنا ماشي معك. حاضر سيدي. طبعاً طرائق تجنب الانتحال ومعالجته. بعدين أنا في أستاذ قال بيساعدني بعد ما بيعطيني شوي من وقته. طيب، فنحن الحقيقة لنتجنب الانتحال خلينا نبدأ بالخطوات الصحيحة. إعادة الصياغة، إذا بدنا ناخذ باتجاه إنه نحن نقرأ ونعيد صياغة الموضوع، وننتبه على الاقتباس، الكوتينج يكون مضبوط. الاقتباس هو الاستشهاد فعلا، التأشير برقم إن المصدر المرجع الذي أخذ منه الاقتباس كمان كثير ضروري. طبعا النقل عن الاستشهاد بالمواد الذاتية سايد أون أو أون ماتيريال، يعني استخدام مواد اي مواد سبق استخدامها الكاتب وجب عليه ان يشير اليها. يعني انا اليوم عملت اطروحه تبعي، تمام، ورحت بعد منها وبدي اسوي بيبر، ما بذكر الاطروحه تبعي؟ لازم اذكره. اسوي بيبر مع رفقاتي وقلت انا بعد منها بدي اعمل بيبر ثاني مطوره للعمل وبشغل، لكن انا اعتمدت على البيبر الاساسي اللي لازم انا اكون حاططها بين. طبعا اتباع القواعد الصحيحه من استخدام الاستشهاد الصحيح للمصادر والمراجع. طبعا المعايير بنقول انه يتحلى الباحث بالامانه العلميه اللي فعلا لازم بقى يتحرك، مثل ما لاحظتوا عملنا هي دائما الكوتينج، عشان نذكركم فيها السايت او الكوتينج او التنصيص، علامات التنصيص دقيقا في عمليه الاقتباس، موضوعيا في الاقتباس، لا يقتصر الباحث على اخذ اقتباسات تتناسب مع رايه. يعني انا اذا جاني اقتباس لا يتناسب مع رايي بروح بكبه؟ لا، بقول انا طلع معي شيء مختلف عن هذا، انا طلع معي النتيجه هي، غيري طلع معه نتيجه ثانيه بس ما توافقنا، اوكي. طبعا ويكون معتدلا في عمليه الاقتباس، لا يصبح البحث عباره عن اقتباسات فقط. هلا رح نجي في الى كمان معيار ثاني، الدقه. طبعا بيشير للماده اللي اقتبس فيها، واذا حذف شيء من الماده هو عم يقتبس وورد باي وورد، شو بيعمل؟ بحط ثلاث نقط ورا بعض، محل ما بوقف ثلاث نقاط بحط نقطه ورا نقطه ورا بعض. لاحظ بعد المتتالي حطيت لك ثلاث نقاط، حطيت لكم ثلاث نقاط. انا اخذت جمله ما بدي اكملها كلها، بس لازم انا اقول حط ثلاث نقاط، معناتها انا قطعت الجمله بس اخذت اللي بيهمني، ولا يكون الاقتباس طويلا. طبعا ضمن الحدود المشروعه وكل هالقصص هي. طبعا بس اهم شيء خليني بس ارجع لشغله، انه يكون الاقتباس من مصادر غير موثوقه، يتجنب الباحث تجنبوا الاقتباسات من المصادر غير العلميه الغير او غير العلميه الموثوقه، غير الموثوقه، لانه في كثير اليوم على الشاشه العنكبوتيه او على الشبكه العنكبوتيه الحقيقه
معلومات مسدودة ما فينا نعتبرها ولا فينا نعتمد عليها. خلينا على كتب، مجلات، كتب ومجلات وأطروحات. نسب الاقتباس هي كتير هامة. نسبة الاقتباس الحقيقة عم تختلف من جامعة لجامعة، لكن بالبحث وجدت إنه المسموح فيه بحدود 15% كتوتال من كل العمل اللي بتشتغل فيه إنه يكون الاقتباس. وإذا اضطريت آخذ من مرجع لا يزيد بالمرجع عن 5%، يعني المرجع الواحد لا يزيد عن 5% أن أقتبس منه، والتوتال كل الاقتباسات عندي بكل عملي لازم ما يزيد عن 15%. شو التبعات القانونية؟ إذا طالب كمشنا أنه مطروحة فيها مشكلة نسحب الشهادة، وعملناها وطالعنا قرارات من الجامعة وسحبنا الشهادة. لا تورطوا حالكم بمشكلة عمر هالشهادة إذا بدها توديني للبهدلة إذا فتت بالانتحار. لا تفوت بالانتحار. أو واحدة من الأمور، إذا أنا ما نهيت الشهادة وكمشت بمرحلة مراحل، فالقرار مجلس التعليم العالي واضح طرد من الجامعة بالغش. طالب الدراسات العليا للأسف ما له غير عقوبة واحدة، إذا ثبت الغش عليه فهو طرد من الجامعة، ما في شيء ثاني. وإذا زميل الله يجيرنا بدنا نأخر له الترفيع ويصير عنده مشكلة أخرى. هلا أنا الحقيقة حطيت أمثلة للبلاجيريزم، رح آخذ منها 3 دقائق تانية لا تواخذني. بس المهم نحن عنا نص وعلمته بالأزرق المقطع اللي أنا بدي أبدأ أقتبس منه خلال. لكن أنا إذا رحت وأخذته مثل ما هو وما حطيت اسم لا اسم المرجع ولا رقم الصفحة ولا شيء، فهذا عبارة عن انتحار. المرحلة الثانية أنه أنا لا رح أحط اسم المؤلف ورح أبلش أقول هحط علامات التنصيص إذا لاحظتم قبل البي، وأنا سمحت لنفسي حط البي بحرف صغير لأنه ما بدأت بالجملة أنا بداية، فأنا سمحت لنفسي بالبي الصغيرة وبدأت وحطيته بين علامات التنصيص، حطيت لكم إياه بالأخضر معناتها فعلا هذا مقبول، هيك الطريقة المقبولة. هلا المشكلة الأخرى اللي ممكن تصير عندي إنه أنا آخذ نفس النص وروح حط صياغة غير صحيحة. شلون صياغة غير صحيحة؟ كل شيء علمته في الأحمر أنا هون، وأنا إنه نحن رحت نقلت نفس الكلمات من الجملة اللي أنا علمتها ورحت نزلتها نفسها. طيب شو عملت أنا؟ أنا عملت استلال. أنا عملت استلال، للأسف أنا عملت استلال. لو أنا حطيت اسم المرجع لكن أنا حافظت على كلمات محددة حط الكاتب وعمل على الاسترس عليها شدد عليها، فأنا وقعت في الاستلال. طبعا عدم ذكر المرجع الأصلي علما أنه أنا غيرت الجملة، هلأ غيرت الموضوع كله كتبته بصيغتي لكن ما ذكرت المرجع، أنا في استلال. لكن هون وقت أنا عملت صياغة إعادة صياغة جديدة ورجعت حطيت اسم المرجع بالمعلومات تبعه، فأنا انتهيت وطلعت. أنا اعتمدت على مراجع، وبنفس الوقت في الباش مهندس نسري الماضي ساعدتني في إعداد ملف العرض، شكراً لها. وقفي باش مهندس نسري، شكراً لكم، يعطيكم العرض. شكرا لكم أستاذ فراس على المحاضرة القيمة والإحاطة الشاملة بموضوع البلاجيريزم. إذا ما في عنا أي مداخلات أو أسئلة تفضل. في سؤال تفضل.